بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسألك يا الله بأسمائك كلها وصفاتك كلها أن تبارك لنا في جمعنا هذا، وأن تمن علينا فيه بما يرضيك ويقربنا إليك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. معاشر الأحبة الكرام، موضوع الحديث هذه الليلة عن الدعاء الذي لا يرد. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة في آية كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله عز وجل الذي أمر العباد بالدعاء ورغبهم فيه وحثهم عليه غني عن العباد وعن دعائهم وعن عبادتهم، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهو عز وجل لا ينفعه دعاء الداعين، ولا سؤال السائلين، ولا تضرع المتضرعين، لكن مع ذلك كله يحب جل وعلا من عباده أن يسألوه. وكلما عظمت عناية العبد بالدعاء عظم حظه ونصيبه من محبة الله له، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يحب سبحانه وتعالى السائلين الداعين، ووعدهم سبحانه وتعالى بأن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم رجاءهم وأن يحقق سبحانه وتعالى سؤلهم. لكن دلت نصوص عديدة في كتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء الذي يوصف بأنه لا يرد له ضوابط جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يسميها العلماء شروط الدعاء وآدابه. وهي مهمة جدا، ينبغي للداعي مع دعائه أن يتحرى آداب الدعاء ليكون الدعاء مستجابا، وأن يحذر من موانع الإجابة من أجل أن لا يرد دعاءه. وهذه الآداب والشروط جاء تبيانها في مواضع من القرآن ومواضع من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والكلام عليها يطول، لكنني وجدت للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خلاصة بديعة جدا في أسطر قلائل، جمع فيها رحمه الله تعالى أهم ما ينبغي أن يعتني به الداعي في دعائه، ووصف من اعتنى بهذا الذي ذكره رحمه الله بأن دعاءه لا يرد. أسطر قليلة لكنها حوت خيرا عظيما وفوائد عظيمة جدا فيما ينبغي أن يعتني به الداعي في دعائه لله سبحانه وتعالى حتى لا يرد دعاؤه وحتى يكون الدعاء مستجابا. أقرأ كلام ابن القيم فقرة فقرة وأعلق على كل فقرة منها بذكر شاهدها ودليلها، إما من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنقل في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله: إذا جمع الدعاء ثم عدد أمورا أشير إليها واحدا واحدا، قال: إذا جمع الدعاء وعدد أمورا ثم قال في خاتمة كلامي فإنه لا يكاد يرد. إذا جمع هذه الأمور، الأمر الأول حضور القلب، أي أن يدعو وقلبه حاضر، أن يدعو وقلبه حاضر. وحضور القلب هو إقباله على الله عز وجل، لا يكون الدعاء مجرد حركة لسان، وإنما حركة لسان مع حضور قلب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل له، لا يستجيب دعاء قلب غافل له. دعاء القلب الغافل اللاهي هو الذي لسانه يتحرك بالدعاء وقلبه بعيد كل البعد عن الدعاء، بعيد كل البعد عن الدعاء. ولهذا قد يدعو وينشغل وقت الدعاء بمثلا حركة يده وعبثها أو حركة بصره، لأن قلبه لم يجتمع له حضوره في دعائه لله سبحانه وتعالى. أحد السلف المتقدمين رأى رجلا يدعو الله وبيد حصى يلعب به ويحرك العصا، الحصى يلعب به في يده ويدعو الله عز وجل، فقال له: ألقي الحصى وأخلص لله الدعاء، إذا كنت تريد دعوة مستجابة ألقي الحصى وأخلص لله الدعاء.
يعني أقبل بقلبك على الله سبحانه وتعالى. فمن أهم ما يكون في الدعاء المستجاب أن يكون عن قلب حاضر. الأمر الثاني مما ذكره رحمه الله تعالى يقول: وجمعيته بكليته على المطلوب. جمعيته أي القلب بكليته على المطلوب، وهذا تأكيد المعنى الذي قبله الذي هو حضور القلب، هذا شيء، واجتماع القلب في هذا الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى به من حاجة وسؤال. لأن القلب يتشتت في أوديه، وتجده يذهب هنا وهناك، ويسبح في أفكار وأمور إلى آخره، فيحتاج الداعي إلى أن يجمع هذا القلب على ما أقبل على الله سبحانه وتعالى فيه من حاجة أو مطلوب. قال: وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة. وصادف الدعاء وقتا من أوقات الإجابة الستة، ثم عدها رحمه الله تعالى واحدا واحدا. الأول الثلث الأخير من الليل، وهذا من أحرى أوقات إجابة الدعاء وأعظمها شأنا، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يدل على أن هذا الوقت العظيم المبارك الثلث الأخير من الليل من أحرى أوقات الإجابة، ومن أعظم ما ينبغي أن يتحرى فيه العبد دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه. قال: وعند الأذان. وعند الأذان، عند الأذان أي بعيد الأذان مباشرة، وهذا وقت عظيم في تحري الدعاء. وذكر بعده الموضع الثالث بين الأذان والإقامة، ذكرهما موضعين: بعد الأذان مباشرة، وبين الأذان والإقامة، وكلاهما وقتان عظيمان لإجابة الدعاء. أما الذي بعد الأذان مباشرة فهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، سبقونا بالفضل، حازوا فضيلة عظيمة، إن المؤذنين يفضلوننا. هذا من التنافس في الخير وحرصهم على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، فإذا انتهيت سل تعطه. إذا انتهيت قل مثل ما يقول، إذا انتهيت سل تعطه. فلاحظ هذا الارتباط بسماع الأذان، وأن تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم تأتي ما جاءت به السنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال الله الوسيلة له عليه الصلاة والسلام، ثم انفتح لك باب الدعاء. انفتح لك باب الدعاء، وهو وقت عظيم حري بأن يجاب دعاؤك فيه. سمعت الأذان، هذه وسائل بين يدي دعائك، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، سألت الله له عليه الصلاة والسلام الوسيلة، بعد هذا لا تقف، ادعو الله وتحرى من الدعاء ما شئت، لأن الدعاء حينئذ مستجاب. الموطن الثالث بين الأذان والإقامة، جاء في السنن
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ولهذا هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة وقت ينبغي أن يستكثر فيه من الدعاء، أن يستكثر فيه من الدعاء، وأن يجعل العبد لنفسه فيه نصيبا من دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه. الرابع أدبار الصلوات المكتوبة أي قبل السلام، وهذا أيضا وقت عجيب وفاضل وحري بأن يجاب دعاء الداعي فيه، لأنك وقفت متطهرا مستقبلا القبلة وكبرت وعظمت الله وتلوت كلامه وركعت وسجدت وخضعت وذللت وانكسرت بين يدي مولاك جل في علاه، ثم جلست جلسة التشهد جلسة ذل بين يدي الله جل وعلا بعد هذه الأعمال العظيمة الجليلة، ثم دخلت على الله تحييه وتعظمه التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم جئت بالشهادتين، ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، فأصبحت حينئذ في موطن حري أن يجاب فيه دعائك. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني دبر الصلاة قبل السلام، وهذا وقت ينبغي أن يتحرى فيه الداعي الدعاء. قال وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، هذان وقتان، عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال، أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب،
وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين، لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب، وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال: إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة، يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب، يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد، فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح، فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. قال رحمه الله: وصادف خشوعا في القلب. صادف خشوعا في القلب، وهذا مهم للغاية في الدعاء وغيره من العبادات. لما ذكر الله عز وجل في سورة الأنبياء قصص النبيين، ختم ذلك بقوله: إنهم، أي الأنبياء، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فينبغي للداعي أن تكون دعوته بهذه الصفة، يدعو الله عز وجل جامع بين الرغبة والرهبة، وأن يكون خاشعا منكسرا متذللا بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: خشوعا في، إذا صادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له، وتضرعا ورقة. التضرع ذكره الله في الآية التي مرت معنا، وهي قول الله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية، هاتان الآيتان من أجمع آي القرآن في جمع آداب الدعاء وضوابطه، فذكر الله عز وجل فيها من آداب الدعاء التضرع: ادعوا ربكم تضرعا. والتضرع هو الإلحاح ودوام السؤال. يقول عليه الصلاة والسلام: يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يستجب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فمن آداب الدعاء العظيمة التضرع. اقرأ في سورة آل عمران في خاتمتها، لما ذكر الله عز وجل دعاء أولي الألباب، ذكر: ربنا 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 ربنا، قرابة 7 مرات، ربنا ربنا، كل دعاء. في آخرها قال: فاستجاب لهم،
فاستجاب لهم. فهذا التضرع ربنا 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 يعيد ويلح ويكرر ويدعو ويتحرى الأوقات، من أدمن قرع الأبواب أوشك أن يفتح له، من أدمن قرع الأبواب يوشك أن يفتح له، فيداوم ويلح ويكثر ولا ينقطع عن الدعاء ولا يستحسر، لا يقول دعوت ولم يستجب لي. فهذا أيضا من الأمور التي أشار إليها رحمه الله. قال واستقبل الداعي القبلة، استقبل الداعي القبلة. استقبال القبلة في الدعاء من آداب الدعاء وليس من شروطه، ليس من شروطه. ويأتي في أحاديث كثيرة فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ودعا، أحاديث كثيرة جدا فيها يذكر دعاءه مستقبلا القبلة، فاستقبل القبلة ودعا. ولهذا إذا استقبل الداعي القبلة كان هذا من الأسباب التي يرجى بها أن يستجاب دعاؤه، وهو ليس من شروط الدعاء لكنه من آدابه. وكان على طهارة، وأيضا هذا ليس من شروط الدعاء وإنما هو من آدابه، فإذا كان الداعي على طهارة فلا شك أنه أكمل وأتم في دعائه ومناجاته لله عز وجل. قال ورفع يديه إلى الله، ورفع يديه إلى الله، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء. وتأمل في هذا الحديث الذي في المسند وغير حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. حيي كريم سبحانه وتعالى يستحيي من عبده، الغني جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا أي خائبتين. ولهذا رفع اليدين في الدعاء وبطونها إلى السماء أو بطونها إلى الوجه مضمومة، هذه هيئة افتقار وتذلل وانكسار وإظهار للفاقة والحاجة. يرفع يديه ويلح على الله سبحانه وتعالى. وفي المبالغة في الدعاء خاصة في الشدائد والقحط كان عليه الصلاة والسلام يبالغ في رفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه. في الدعاء المعتاد لا يبدو بياض الإبطين، لكن في المبالغة في الشدة مثل الاستغاثة كان يبالغ، قال أنس حتى يبدو بياض إبطيه، لأنه يبالغ في رفع اليدين. فرفع اليدين هذا من أسباب الإجابة، رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابته وأنه لا يرد. قال وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مهم في الدعاء. جاء في الحديث حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، قال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم وأراد أن يدعو الله عز وجل فليمجد الله، فليبدأ بتمجيد الله، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل بعد من الدعاء ما شاء، لكن لا يستعجل، لا يستعجل، قبل أن يبدأ بحاجته
وسؤاله يقدم بين يدي الدعاء التمجيد لله والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيدنا فائدتين تتعلق بما سبق، أن الدعاء الذي بعد الأذان مباشرة والذي قبل السلام هذا دعاء عظيم جدا، لأن الذي بعد الأذان أنت أخذت تعظم الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا كله تعظيم لله في تردادك مع المؤذن، ثم لما ختم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع لك التعظيم والتمجيد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل تعطى كما قال عليه الصلاة والسلام. والذي أيضا في الصلاة اجتمع لك في صلاتك التعظيم والثناء والتمجيد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فإذا من آداب الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه ثناء وحمدا وتمجيدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. والتوبة أي من الذنوب، لأن الذنوب مثل ما قال بعض السلف كيف ترجو الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وشاهد هذا الحديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه أربعة أشياء كلها من أسباب إيش؟ إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك. كيف استجاب له وهو وضع هذه السدود والموانع من إجابة دعاه؟ ولهذا العبد يتوب إلى الله ويستغفر من ذنبه ويصدق مع الله في التوبة، أبوء بذنبي في دعاء الاستغفار اعترف بذنبي وأقر، ثم جاء بعده فاغفر لي. فالاعتراف بالذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيقدم بين يدي دعائه استغفارا وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دخل على الله بعد هذه المقدمات، دخل على الله بالدعاء والسؤال والإلحاح، وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة. تملقه أي تلطف، ودعا بتلطف، هذا معنى التملق. عندنا شائع للتملق معنى آخر ومعنى هو هذا، وفي كتب اللغة ينصون على هذا، تملقه أي تلطف في، لكن في الشائع عندنا عندما يقال يتملق أي يعني لها معنى، لكن تملقه أي تلطف في. وأيضا قالوا الملق الدعاء والسؤال، الدعاء والسؤال ذكروا في معاني. فالتملق هو التلطف في الدعاء، في دعائه لله عز وجل وسؤاله لمولاه. ودعاه رغبة ورهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، أي جمعوا في دعائهم بين الرغبة والرهبة. الرغبة الطمع فيما عند الله، تسأل الله أنت تطمع فيما عنده وفي فضله ومنه سبحانه وتعالى. والرهبة الخوف. لاحظ في هذا الباب شيء عجيب جدا، إبراهيم الخليل بنى بيت الله، والذي أمره ببناء البيت الله جل وعلا، يقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره
عن أحد علماء السلف وهو وهيب بن الورد قرأ هذه الآية فبكى وقال: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن وبأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ربنا تقبل منا. وهو من هو؟ خليل الرحمن. الله جل وعلا لم يتخذ من خلقه خليلا إلا اثنين، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وما يدعو الله ربنا تقبل منا، يسأل الله سبحانه وتعالى القبول. والله ذكر في صفات المؤمنين الكمل قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. فيجمع في الدعاء بين الرغبة والرهبة. وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وهذا أيضا مهم. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا من أعظم الوسائل في إجابة الدعاء. ولهذا تجد عامة الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأدعية الأنبياء عامتها فيها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويتحرى في الدعاء ما يناسب حاجته. إن سأل رزقا فباسمه الرزاق، إن سأل توبة باسمه التواب، إن سأل مغفرة باسمه الغفار، إن سأل فتحا وتوفيقا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وهكذا يتحرى في أدعيته وسؤاله ما يناسب المطلوب. وتوحيده هذه وسيلة عظيمة، ولهذا أكثر الأدعية والأذكار المأثورة فيها التوسل إلى الله بالتوحيد، لا إله إلا الله. وهذا تجده في أدعية كثيرة جدا، تجدها تذكر فيها هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها من أعظم الوسائل، بل هي أعظمها وأجلها. قال رحمه الله تعالى: وقدم بين يدي دعائه صدقة. قدم بين يدي دعائه صدقة، وفي الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب، وهي من أسباب إجابة الدعاء. قال رحمه الله قال: فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، يعني الذي جمع هذه الأوصاف، ولا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للإسم الأعظم، مثل ما جاء في سنن أبي داود وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فإذا تحرى المسلم مثل هذه الدعوات فلا يكاد دعاؤه يرد، في صدقه وإقباله وإلحاحه والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة للإمام القيم رحمه الله تعالى، جمع فيها هذه الضوابط والآداب العظيمة في الدعاء مما ينبغي أن يتحراه المسلم في دعائه، وذكر أن من اجتمعت له هذه الأمور فإن دعاءه لا يكاد يرد.
نسأل الله عز وجل العظيم رب العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا شأننا كله وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا في أوطاننا الأمن والأمان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين،
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.